موضوع الهدايا موضوع كتير مهم على ما يبدو. اليوم رح نرجع على كل الكومنتس اللي عم تبعتوا لنا اياها على صفحه الفيسبوك من بعد ما ننتقل الى محطتنا التاليه لليوم مع روى وعصحة السنه. صباح الخير. صباح الخير غادة، وصباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. يعني موضوع سلامة الغذاء موضوع الساعة، واللي هو نحن كتير مبسوطين موضوع الجيل كله على ما يبدو. مضبوط، نحن كتير مبسوطين لأنه هيدا موضوع يعني كنا ناطرين أنه يكون في شغل جدي عليه، والحمد لله بلش الشغل وإن شاء الله يكفي. ضيفي اليوم الأستاذ ميشيل بايود، رئيس مجلس إدارة شركة بويكر. أهلا وسهلا فيك. بعرف أنه أنتو يعني شغلكم بهالمجال قديم جدا، يعني انتم وكنا عملنا حلقات سابقه قبل عن سلامه الغذاء والتدريب اللي بيصير بالمطاعم وكل هالامور. فخبرني هلا شو يعني اذا بتعطيني هيك لمحه بسيطه شو صرتوا عاملين لحد هلا؟ يعني الحقيقه من سار على الدرب وصل. نحن صرنا نتعاطى بموضوع سلامه الغذاء من سنه 98، والمضحك انه بوقتها كنا نعطي التدريب والاستشارات مجانا بس لحتى نخلي التوعية تصير موجودة، الى ان صارنا الفرصة سنة 2003 نساهم بكتابة جزء من قانون سلامة الغذاء لبلدية دبي. وما في شك انه نحن غير مساهمتنا تعلمنا كتير من هالقانون، لانه فعلا سباقين كانوا بموضوع سلامة الغذاء، وبسبب عدم تضارب الصلاحيات مؤسسة واحدة بلدية هي بتهتم بكل شيء، كانت فعلا تجربة كتير ناجحة. ومن وقتها نحن انطلقنا بموضوع سلامة الغذاء. اليوم ما في شك انه رجع هالموضوع الى الضوء بعد سنتين ثلاثة. كان في فورة صغيرة من سنتين ثلاثة اذا بتتذكروا، كثير صغيرة بس مرقت هيك مرقت خاطفة. وبالتالي هلا لا، الظاهر انه في تعاطي جدي جدا بالموضوع، بغض النظر عن التوقيت، بغض النظر عن الاسلوب، ما بيهمنا، مهم انه ابتدى العمل. الظاهر انه ابتدى العمل وفي مستوى عالي من الجديه بهالموضوع. صح، وبيهمنا انه يكون في متابعه. على كل، قبل ما نكمل حديثنا رح نشوف مثل تقرير صغير عن بويكر وشو عم بيشتغلوا بسلامه الغذاء. قد ما يكون المطبخ نظيف مزبط ومرتب مبني على أسس سلامة الغذاء العالمية، هيدا الشيء ما بيعني أنه الطعام المقدم للمستهلك سليم وخالي من التلوث الغذائي. في شغل كتير مهمة لازم نركز عليها، هن متداولي الطعام، كيف استلموا المواد الأولية، كيف خزنوا الطعام، كيف حضروه، كيف تم الطهي لهالطعام، وكيف تقدم للمستهلك. إذا هالمراحل تم تحضيرها بطريقة مزبوطة نقدر نأكد 100% أنه تفادينا حالات التسمم الغذائي. آلاف من حالات التسمم الغذائي بتم الإبلاغ عنها حول العالم كل سنة. سنة 2011 مثلاً بلبنان تم الإبلاغ عن 1100 حالة، أما بدبي 1600 حالة، وبقطر 1700. بيبقى كتير حالات تسمم غذائي غير معلن عنها، مما بيجعل التسمم الغذائي من الأمور الأساسية اللي بتهدد سلامة الإنسان. بدي أعرفكن على شهادة كيو بلاتينوم من بويكر، المرجع الأول لسلامة الغذاء، ودي كيو اس أكبر شركة عالمية لمصادقة أنظمة الجودة. بيشمل برنامج كيو بلاتينوم مطابقة المطابخ لمعايير سلامة الغذاء العالمية، وتدريب الموظفين على أسس ومبادئ سلامة الغذاء، والكشف الدوري للمطابخ لضمان استمرارية الجودة. ومن النقاط بيتم التأكد منها مراقبة حرارة الطعام، نظافة الشخصية، وتفادي التلوث الانتقالي. أنت وبالمطعم أكيد بهمك تعرف كيف عم بيتحضر أكلك، كيف عم بينطبخ أكلك، كيف عم يوصل الأكل لعندك. هلأ صار فيك تعرف. ميشيل، كم مطعم بلبنان حائز على شهادة كيو بلاتينوم؟ الحقيقة هيدا أنا بعتقد شهادة كويسة لقطاع المطاعم، انه قبل هالحملة ومن سنة 2012 مثل ما شفنا بالفيديو اللي كان هيدا فيديو ليطلق هيدي الشهادة، في اكثر من 150 مطعم اليوم عم بيتعاطوا بموضوع الكيو بلاتينوم، اخذين الشهادة، في منهم حاطينها بيعرضوها، في منهم مش حاطينها بس هن عندهم اياها. وبالتالي هيدا شيء بالعكس انا بعتبرها وسام على صدر قطاع المطاعم طبعا، لانه فعلا كثير منهم اخذوا هن المبادرة لحالهم وبلشوا يشتغلوا. وهالشهادة بينعمل لها ابديت، يعني بمعنى اخذوها مرة يمكن بعدين يرجعوا يرتاحوا على وضعهم وترجع الامور
تطور الخطا شوي شوي، ففي متابعه لها طبعا. واليوم اذا شفتي الستيكر كان عليها سنه 2012، اليوم الستيكرز الاجدد او السيرتيفيكت 2013 14 فاذا كل سنه بيتاهلوا لها، وخلال السنه مش تنعطى مره وخلص، هيدي بتشمل دورات متتاليه وزيارات متكرره على مدار السنه. بنقوم تقريبا بدور الوزارات اللي بتكشف، بس نحن بنكون عم نكشف من قبل إدارة هالمطعم ونرفع لهم التقارير ونقول لهم لازم تحسن هون تزبط هون لحتى تحصل على الشهادة. بس أنا بدي أعرف في مطاعم معينة، يعني عم نحكي مطاعم اللي بنقول نحن الفخمة كذا، أو كل المطاعم فيها تروح مطعم صغير كبير يعني كلهم مفروض عادة عرفت وقتها بنقول الشهادات وهيك المطاعم الصغار بحسوا حالهم مش معنيين وشغلة كبيرة وعظيمة. نحن عنا من سناكات كتير صغيرة، وإذا بقول لك هن أكثر ناس نشيطين وأكتف بهيدا الموضوع، بالعكس بعتقد بهمهم، وإذا أخذوها بيعلقوها وبيخلوا البنات يشوفوا شوفوا الشهادة، بيبقى محل كتير صغير ومتواضع شغلة مهمة، بس بيبقى مفتخر إلى أهم أوتيلات بلبنان. واليوم يمكن أهم أوتيل بلبنان هو أحد اللي أخذين شهادة الكيو بلاتينوم، وبالتالي بالعكس عم بتكون مقبولة من الكبير والصغير. حتى عندكم شهادات بشوفها مرات ببعض المطاعم إنه هالمطعم خالي من الحشرات وكل هالأمور هيدي، لأنه عم بيكون في شروط النظافة غير شروط سلامة الغذاء، يعني في شهادتين بهالموضوع. صح، لأنه عندها ذراعين، ذراع موضوع مكافحة الآفات والحشرات وذراع موضوع سلامة الغذاء. طيب من الخبرة الميدانية على الأرض، إذا فينا هيك نحط كم نقطة، شو هن أبرز المشاكل اللي فعلا بتشوفوها يعني مشتركة بين الكل بالنسبة لسلامة الغذاء؟ يعني هل هي العامل اللي عم بحضر الأكل؟ هل هو المصدر للطعام؟ هل هو حفظ الطعام طبخه؟ وين المشكلة عم تكون أكتر شيء؟ نعم، للحقيقة هن مشكلتين. أول وحدة هي مصدر الطعام، يلي هو هون اللي حكي احد نقباء المطاعم، حكي بموضوع الخدمه الملوثه، وبالتالي المي منك اكيد من وين جاي، طريقه استيراد المواد الاوليه منك عارف كيف جاي، بس فعلا هيدا شغله تهتم فيها على مستوى الدوله. ما بيعني انك انت ما فيك تعمل كتير اشياء لتتفادى، خفف من احتمال، خافت الناس، انا شو بعمل بالبقدونس، شو بعمل بالخس، صارت خايفه مش بس بالمطعم، خايفه عندها بالبيت كمان. وبالتالي نحن بنحب نطمن الناس ونقول لهم انك انت بعد ما تروق هالعاصفه رح تشوف انه في كتير حلول وفي اشياء كتير سهله، واليوم لو عن جد هالقد الحاله خطره وهالقد يمكن في اشياء دراماتيكيه كانت الناس ثلاث ارباع بالمستشفى. عجبتني الجمله قلت لنا اياها شوي تحت الهوا، يعني انه قليل شانس انه واحد يتعرض لتسمم او هيك، يعني هو مزبوط اذا عم نحسبها، يعني لانه هي تشين سلسله، لكن ما بيعني انه نخفف من اهميه الموضوع، يعني يمكن مرات بيصيروا يقولوا انه طب معلي لو هيك كنا كلنا مرضنا، لا نحن بدنا نصلح وبدنا يكون الشغل صحيح. فاذا يعني المشكله اكثر شيء عم تكون من المصدر حسب ما عم تقول، يعني هي من ابرز المشاكل. مشكلتين الحقيقه، وحده المصدر والمشكله الثانيه هي تداول الطعام، كيف نحن بنتعاطى مع الطعام، يعني كيف بنحضره بالضبط، واللي بيصير الفود هاندلينج، واللي بيصير انه عبر العاده بتصفي انت بترجع عاداتك الشخصيه، بتنسى موضوع انه انت مدرب ما تعطس فوق الطعام، معود مثلا اذا فتت على التواليت لما تظهر. بانجلند عملوا تجربه كتير لذيذه، انه حطوا كاميرا فيديو برا على باب الحمام وحطوا كاميرا فيديو بقلب حد المغسله، وعملوا انترفيو مع الناس اللي ظهرت، سالوهم هل انت غسلت ايديك بعد ما استعملت التواليت؟ 85% قالوا ايه، بس كاميرا الفيديو الداخليه فرجت انه بس 45% فعلا غسلوا ايديهم. فاذا شغله بسيطه طبعاً بتعمل كتير فرق بالضبط، توصل على الشغل وانت مريض، وهون كمان مرات بيصير في ضغط من قبل المؤسسه ما تغيبوا ما كذا، بس هيدا متداول الطعام اذا اجا وكان مريض خرب الدنيا، نقل العدوى للي عم بيشتغلوا معه وللزبونات الموجودين بالمطعم، عدا عن الممارسات الخاطئه. فاليوم في اشياء هو يمكن مسؤول او مش مسؤول عنها، وفي محل ثاني في الممارسات الخاطئه، واولها هي حراره الطعام ومراقبه والسيطره طهيه بطريقه طهيه حفظه إعادة تسخينه وتقديمه. يعني شغلة ظهرت من البراد ما بتقعد أكثر من 10 دقائق 5 دقائق وبترجع بتفوت ترجع بتنعطى لحدا، لا يعني هدول الأشياء بتأثر. وهون بدنا نحكي على صعيد المنزل، لأنه قلت في ناس خافوا إنه طب أنا شو بدي أعمل بالبيت، فكمان بدكم تشتغلوا على هالموضوع. نحن في عندنا هون شغلة كثير بنحب نحكي عنها اليوم كخبر صار،
وهو انه شركه بويكر بلشت تقدم دورات مجانيه تماما لكل سيدات البيوت يلي بتحب تعرف كيف تحافظ هي على سلامه الغذاء بالبيت كيف تطبخ بطريقه سليمه وكيف المواد اللي عم تشتريها تقدر تقضي على الريسك او على الخطوره اللي هي موجوده فيها. فنحن بنشجع ستات البيوت يتصلوا فينا. الدورات مجانيه تماما، بنرحب فيهم عندنا وبنقدم الدوره وبيكونوا كثير سعيدين. شغله كثير مهمه، حتى البرياد له دور، يعني الاطعمه بفوق تحت بالجارور الى اخره، اذا مطبوخه او مش مطبوخه يعني طبعا. وتسخين الاكل، نحن معودين انه الطبخه بتقعد يومين ثلاثه بنسخنها، كثير مهم كم مره بتسخن الاكل الى اخره ونسخنها بطريقه صحيه. بدي اكسب الوقت المتبقي لشو قد ايه عم بتنسقوا مع وزارة الصحة والوزارات المعنية بهالشغل، لأنه هيدا الشغل بده تضافر جهود، يعني صحيح هو مسؤولية الوزارات لكن نحن كمان القطاع الخاص له دور كتير كبير. للحقيقة أنا بعتقد أنه اليوم في نوع من الشراكة ولو البسيطة لحد هلأ بين القطاع العام والخاص، وبيسرني هلأ من عندك خبر أنه بعد تقريبا نص ساعة في مؤتمر صحفي بغرفة التجارة والصناعة باتحاد غرف التجارة والصناعة، ورح يكون موجود فيه كل الوزراء المعنيين، واللي رح يتم فيه إطلاق الأكاديمية اللبنانية لسلامة الغذاء أو المركز اللبناني لسلامة الغذاء، يلي مركز تدريب يلي رح نكون نحن عم ندرب فيه متداولي الطعام وبمجموعة كبيرة مجانا مقدمينا، يلي رح يكون فيه، وهيدي كمان بتطمن كتير الناس، وأنا بدعي الناس اليوم عشية على الأخبار يسمعوا ويشوفوا المؤتمر الصحفي، لأنه رح يتم الإعلان عن أشياء كتير حلوة فيه، ورح يفرجوا كيف التعاون لما تتعاون الناس. على السريع بس رح تدربوا اللي بيحضروا الطعام والمراقبين الصحيين بالوزارات كمان؟ نحن شركة بويكر أخذت مبادرة مستقلة للحقيقة من أكثر من سنتين ندرب فيها مراقبي الوزارات. تم تدريب بعض الوزارات بس بسبب الشلل اللي كان موجود، هلا نحن رجعنا بلشنا قريبا رح ندرب كل مفتشي وزارات السياحه، الاقتصاد، الصحه، وكمان مجانا تماما. هذا كمان شغله كثير مهمه. شكرا لك ويعطيكم العافيه، واكيد رح نتابع هالمركز التدريب ونشوف نشاطاته، واكيد نحن بنشد على ايدكم وان شاء الله نكمل بهالحماس وبهالوتيره. اهلا وسهلا فيك، ميرسي لك رواء. رح ناخذ بريك ومن بعد رح نتابع فقراتنا، بنكون مع شيف شادي ورشيد ملح.